تلقى معالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته بكل التوفيق والسداد لخدمة الكويت والإسهام في تقدمها وازدهارها. وقد عبر معالي رئيس مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وأخيهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.